جديد فيها؟ بص، الجديد يعني هي حاجة واحدة بس، إن بنسبة كبيرة جدا لجنة الانضباط خلال الأسبوع اللي جاي أو تحديدا يوم الاثنين المقبل قبل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكورة اللي يعتبر ممتد من الاجتماع اللي فات اللي هو مظبوط. تم الأسبوع الماضي، يعني هيكون في قرار نهائي في الشكوى اللي مقدمها النادي الأهلي طبعا في قضية اللاعب. يعني هيبقى في قرار نهائي. عندك أخبار القرار ده هيبقى عبارة عن إيه؟ هو لحد اللحظة دي لسه ما فيش أي أخبار طبعا عن القرار هيكون صادر لأي اتجاه، بس طبعا كلنا عارفين إن ميول لجنة الانضباط إن شايفين إن موقف الشيبي صحيح، بس هل في الآخر هيصدر القرار بأي شكل لسه طبعا مش واتحاد عارفين. الكورة اتحاد الكورة ماله؟ هيأكد ويذاكي قرار بتاع لجنة الانضباط ولا هيبقى ليه قرار مختلف؟ أعتقد إن ما يعني لسه هنشوف ده بقى يوم الاجتماع إيه اللي هيتم فيه.